السور ما مش تزريم أي ثماد يسمى تغا الدولة الإسبانية في شخص وزير الداخلية هذه كش سما إجن الجائزة نيخ إجن الرغالو نيخ ممجا سقان استعرفت إجن الوسام وسام سما استحقاق إجن المجرم قناس المجرم عبد اللطيف الحموشي. دونك الموضوع النخ العنوان الموضوع توشيح عبد اللطيف الحموشي. أنا بداية يثم هذه السمة ذي الموضوع المهم مش نيخ الموضوع قناس توشيح عبد اللطيف الحموشي الموضوع يعاوني غاس ثومة عزيزة الدكر ذوما انت كي خدمان سما الموضوع المهم من يعنى عبد اللطيف الحموشي. عبد اللطيف الحموشي أقاثر خوذي العقد النص الخامس يعني ذي الخمسينات ربما 53-54 ميس نثازا يتواخرك بقرف 1966 ابن عسكري ميس سما بابا ستوغاث رنت يخدم إقل الاحتلال نخيق العصابة العلوية إخلانتيد إسينتيد بحكم وفين غاسي جن الذكاء ولكن الذكاء ذي الخدمين الشيطان المتمثلة ذي القوارب ذي المخططات الشيطانية الهمجية إغراق جيج المدرسة حرة يتخرج زي الجامعة فاس قرف 1990 يذف إلى أقسام ما يسمى بقسم الشرطة قرف 1993 تغاغاس 27 إسقوسة اتضح زي نهاية مزوارو أنه هو ذا خدام سمى مطيع للعصابة ذر عبد العصابة العلوية وكذلك سمى ذميس النجل العبد ورنتا تغاث خادم وفي للعصابة العلوية. المهم يتسلق بشكل سريع يعني ضغيان قاعد أرميوض من جاء نهارا المهم مش النيخ يتضح بالليل يتكثيخ الخدمة الناس جيدة العصابة أثيد يسير والنوم يقان البصري ذنتهيد غيس قاربن غل وزارة الداخلية تقسى الناس إمزورة نهارا يتقلد ثلاث مناصب حساسة غاسرثة المسؤوليات ذي الدولة نيخ كفيثر نيخ ذي المافيا النوم يقان مافيا إعلويين أمزورو أنت مدير ما يسمى مدير التراب الوطني اسم المعروف اختصارا دي اس تي هو حيت وستنين مدير الامن العام وسترثا ثانيتا قليل ويتي سنن من زيوزيست تعرف ان شاء الطاس انت مستشار محمد علوي ذي القضايا يتعلق سمس الارهاب ذي الحركات الاسلاميه اذا المجرم وغاسترثا المناصب حساسه ذي تسيير نيخ ذي المسؤولية ذي الدولة نيخ ذي العصابة نيخ ذي المافيا ومقان المافيا تعالويت إذن يتعتبى سما ذي الأشخاص سما الأمنيين يغاجى السلطة الأمنية يدغيوين جند الاستدراج نيخ الاستقطاب إنه مقان الإسلاميين المهم باش الإسلاميين باش أندوين الخدمة لصالح العصابة العلوية مرض زريم دائم عصابة العلوية مرض زريم دائما تفديني ودان سما غاسن العشماء محسوبين اختيار السلفي المتطرف ولكن اتضح فيما بعد أنهم خدام أوفياء للعصابة اسكندين محمد أعلوي باش تخترقا باش تجسن الحركات الإسلامية أمش يقع مثلاً ونومقان الفيزازير نيخ وني ومقان الكتاني ينا مرة أيث ما ذي اسمه وخا سبيانند باللين اثنين إسلام يعني الإسلام الراديكالي المتطرف ظاهرياً باش تكسبن التقاني ذاني إذا سند إذوان ولكن ذي العمق نسن نذني تغيمان خدام أوفياء للإحتلال العلوي المجرم إذن أنت كذلك أنت إقزعاً إنه مقال إرهابيين ذنيتا ذي أوروبا
الإرهابيين المغاربة إجان دي أوروبا مار ريسن أقاين غاس علاقة مباشرة إج الجهاز النس إج جان جهاز الاستخبارات أذن تاني يتفند أنت إذا سني تيران أذن تا إذا سني تحكمن بشكل سما مباشر أو تعتبر أنت الوريث الحقيقي يعتبر حسب اسم مرة يذان من جزء قان وحتى وثومات الصصد حتى بن كيران كذلك أو مجموعة إنه مقان هارا العدالة والتنمية ينا مرة ذكر بيون محمد علوي وخا جين لحيان تنوفان دايس ولكن ذي العمق نسن أتغيمان مخابرات سما سوارض الإسلام السياسي نخ الإسلام المتطرف النيخ تعتبر الوريث الحقيقي للإسماء لإدريس البصري أو كسابقة في التاريخ المغرب عماس شن الشخص ويجميع اثنين المهمات أمثنا رئيس الأمن ورئيس الاستخبارات عماس وثقيع ذي التاريخ العصابة الاحتلال العلوي أو يتقلد المنصب سمى الاستخبارات كأصغر شخص ذي التاريخ عماس ويوقع أنه جن الشخص دمزيان أمنتا أذيري مدير المخابرات نيخ مدير ما يسمى بالتراب الوطني دي استي المهم يسبب جن أزمة طمقرانت جاء المغرب فرنسا خلال ما يسمى القصة في الحاجة المهم تديج الواقعة ثنو مقان قصة زكريا المؤمن يتغيد جان قرفين واربعتاش ذو قرفين يعني جاء 2014 ذو 2015 إقاء زكريا المؤمن باللي يتعرض التعذيب ذي سجن نيخذي ذي التمارة ونيتا ومقان الحموشي أذنتا يتغاد المسؤول التعذيب النس ذي تحرك القضاء الفرنسي بناء طلب نجن جمعية قناس جمعية العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب يعني الجمعية يثا أتساس ما يجن مذكرة غالقضاء الفرنسي وميغيفن والنميقان عبد اللطيف الحموشي يوضف دغا فرنسا يعني ساسن مذكرة نيخ تحرك أتتان زي السلطات القضائية فرنسا أتغتنم الفرصة بحكم أنه أقاثيدين دي فرنسا أطفن إذن في مارك مهم تغذين سمى يجن احتجاج فوض العلاقة سمى الأمنية والسياسية إلى أسوأ سمى المراحل ذي المرحلة يثا جاء 2014 ذو 2015 أمي إضغط صداع المحكمة الفرنسا لأن في آخر المطاف إتغيم القضاء الفرنسي قضاء مستقل إزمع أذي تحرك ضد أي شخصية ما مش حارم ما ثعرى مش حارم ما غاص السلطات النيخ أنه ذي وقت النيخ يقع إجوم خنبر ضم قران دبلوماسي سياسي أمني جاء المغرب فرنسا المغرب سما غادي استدعى السفير نس زي فرنسا كذلك سما يقع رسالة احتجاج يقع إجل الغضب سما العاشقة من فرنسا يقصص الحازم الدكر الناس ما توري قال المغرب العاشقة يقصص الحازم الدكر الناس يوقع المشاكل التمقرنين المهمة وعناس سيجوس وقاس المحكمة الفرنسية تصدى الحكم أتبارة والنومي قان الحموشي الجهاز الناس ما مشنين نثنين وذين بوشا وجود أدلة لعدم وجود الأدلة وذين بوشا الأدلة تدين لا الحموشي لا الجهاز من يسمى المؤمني مهم المؤمني يسمى زكريا المؤمني هذه تسمى الاحتجاج ضم قران خلق قرار التبرئة إذا سكشين إيوانيتا ومقان الاحتلال سمى وانيتا جان رئيس الجهاز الاستخبارات وانيتا ومقان عبد اللطيف الحموشي أواني تبرئة الحموشي حاول أن نعذر العلاقة يتغيجان علاقة متطورة عفوا متوترة أو باش ذكين يجن تصحيح يعني كبلد فرنسا تحاول أتعذر تيمسريين من غيجن هذا سكشن يجن توشيح سكشن يجن الوسام من قبل وزير الداخلية ذي الحكومة والنميقان فرنسوا هولاند باش سما ذكين يجن تكفير
في الخطأ ني أمنية تغاث قرفين أو 15 أو توشيح هو تغاث بدرجة ضابط ويتعتبى توشيح ويستنين أو يعني جن توشيح كشي ناس جن جائزة نغنير كشي ناس قرفين أو 11 بدرجة فارس. إذن فرنسا كشي سنين جائزة جن قرفين أو 15 الجن وقرفين واحد عاش الخو أنا الفث ذي جوهر الموضوع. إذا نخيت همان نهارا هو توشيح ونيت المجرمة وأقتروا مقالح مشير من قبل الدولة الإسبانية ممشي النيخ إسبانيا وذجيشا تم الزواروت إغيوكشن توشيح إجن المجرم وبطبيعة الحال وتيريشا تم جاروت بحكم أن العقلية الحاكمة والسائدة إيجان ذي الدول الأوروبية يتغلب خسنت طابع سما الانتهازية ذي المصلحة الشخصية الشاثن المصالح الإنسانية ذي الضمير ذي الأخلاق ذي صفر. إذن النيخ باللي توشي حوا يسد سما كاقتراح زي وزير الداخلية الإسبانية اسم الجائزة يتا نيخ اسم الوسام قنص وسام الصليب الأكبر للاستحقاق المدني وذ مثلية قارد أسمونا استعرفت من زير حتى باش التنيد استمازيغ يقصح. المهم الوسام الصليب هو كرويس نسمى النصارى يجان شعار مسيحيا كرويس أم قران للاستحقاق المدني و يتواش يعني تشيث الحكومة الإسبانية يجنت وراء ذوك سقواس. إذن وكذلك تغذين يجن وسام النغنير قانس وسام الصليب الشرفي للاستحقاق الأمني واني تمقارو قانس الاستحقاق المدني واني أمزوارو قانس الاستحقاق الأمني. إذا من يا ممشني خوي ديشا ذم زوارو طبيعة الحال عماس أذيري ذم جارو. إذا سما وذين وشن السبب إيجين إسبانيا نخ الحكومة إسبانيا أتوش الجائزة المجرمة وحتى الجريدة الرسمية إسبانيا إديجين رخبايا والتصاصرة ذيجن السبب نخ من يعني المهمات إذا جين إسبانيا باش أدستوكش الجائزة. إذن كشي نسوها إجن حاجث ربما اقتصادو طبراق خدمن شان حاجث ويستنحد من خدمن مادام ممش النيخ الحكومة الإسبانية نيخ الحكومات الأوروبية الأغلبية تفضلن المصلحة الشخصية خل المصالح الإنسانية خل المصالح نسمى الأخلاق المبادئ الأخلاق ضد الضمير يعني ذو الواقع السياسيين إيجان ذانيتا ذي أوروبا. إذن ممشي النيخ وذين رديج المبرر إزماع أذي تساس إسبانيا إزين إذا استكشا الجائزة يتا يعني الشرف ولكن بالعكس نتاف أنه ذين مبررات باش أذقل محاصرة المغرب باش أتقطعا مبررات ثم باش أخص ضغطا مغالي أنه نسن الجرائم الخطيرة إيجان دائما فوس أزيرا إتجيثنت ونيتو ميقان الاستخبارات إيجان معروف يعني سيسم دي إستي. إذن المهم نسن سما ونيتو مستشار محمد علوي مدير الاستخبارات الناس مدير الأمن ينتمي يجن دولة ديكتاتورية دولة مجرمة دولة العصابة باش التاس بين قوسين يجن بلد قانا إسبانيا يجن بلد ديمقراطي إلى حد بعيد غاس ملكية دستورية برلمانية يتنتمغ القطب السابع للدول الصناعية يتنتمغ الدول الاتحاد الأوروبي يجن من سمزق مزورة البنود النس أنه احترام حقوق الإنسان من أولى شروط باش الزيك يعترف نيخ باش أكيش يتعامل ونيتو ميقان الاتحاد الأوروبي ولكن يتغيما منايا مار راح يبرون على ورق مامش تزريم الجائزة أتموكش يجن الجهاز مجرم ذقتر يجن جهاز ينقي وذان يتغتصب وذان إلى آخره. إذن كذلك
او تعتبع سما اسبانيا اجن ركيزة سياسية مهمة ذي اوروبا. اذا يتسد ممشي النيخ توشيح اجن مجرم قاتل مغتصب يتعذب وبشهادات سما عالمية وجيشة شهادات سما نخوها نيخ بعض التقارير، ولكن اتغيما شهادات زي مجموعة المنظمات دولية مجموعة من تقارير دولية قانت باللي الجهاز هو اتغيما جن جهاز ذقتر جهاز يفس النس وسخن سيذمن الأبرياء. الجهاز هو ارتكب أبشع الجرائم ضد الإنسانية. المهم باش تما نسور شويه مليح ذي الموضوع هذا يتواد ما تسمى كريج الاشاره بسيطه تغا سوجد غدا اجل المقال ذي جن التحقيق ما يمي بالضبط التحقيق هو من زي التحقيق ثقيث اجن جريده قناه الموندو الموندو كتورد جريده تاسبانيوت قوسني يعدان بالضبط ذي شهر 6 أتق إجن تقرير هذا استق نيخ إجن تحقيق هذا استق إجن العنوان مخابرات المغرب في قلب فضيحة فساد مالي كبير في إسبانيا. باش نحاول أن ترجم شوية العنوان استمزيخ فقار الجريدة ومقان الموندو إجن سما أكبر جريدة شعبية في إسبانيا غاس تأثير ذي القرارات النس المواضيع النس ومتطرق سنهزة إسبانيا على المستوى النس في جميع المجالات قابل للمخابرات من المغرب جن قلب قور نجن فضيحة فساد نتمنية ضمقران ذي ثندين إسبانيا وممجد يوسع ذي التحقيق هو اختلاس أموال كبيرة الطاس نتمنية إيوشان فواتير مزيفة يعني تقن باللي غاسن فاكتورات نصغاثة مثل ما نيني مرة وصغين شات تمنية نتشان تنت وكالات سفر وهمية تقام ثيوريقين باللي تسفر طموبين مازوت ليسانس ثيوريقين ماشينا نثني وتنهزين مبالغ مدفوعة بدون وثائق مبررة الزوزان دي التمنية براء الوثائق وكذلك قد تحقيق سمونا مزج مثير جال مناصب العلاقات الزوجية يعني ونيك جاندي غاش المسؤولية ذي الجهاز هو يتعاون مثلا غاز النص يسعدو يزد يسعدو يس مثلا شكايات يسعدو يس الخدايم تيري وادين جين يسعدو يس صفقات مشبوهة منايا مارة معطيات ممشي النيخ كشف عنها يجن تحقيق ثقيل الجريدة الموندو ما يمي دقاخ وراء قاختيد لأن نشسنخ إلا وزير الداخلية الإسبانية مليون ذمية يطلع سما التقرير وإغراء التحقيق ولكن بما أنه سما المنافقين تقنيخ فنسن وتويرين زا من جنغوم كارو تشن الجائزة إيج المجرم إظن تعاد ترتشهوا زقامي الجاردة التسبانيوت يعني الموضوع هو ضم قران سويني قيرد غاز فقط إشارة بسيطة والموضوع والنخسن أثغى تعريم ذي سما ذي جوجل عنوان الموندو مخابرات المغرب في قلب فضيحة فساد مالي كبير في إسبانيا باش أتوضم سما تسنم من دوم قاخمو الموضوع تغيما ذا زيرا أو المخابرات الإسبانية ذي الجهة كاتالونيا قابل لي عزمن تحقيق ولكن شين سن إلا التحقيق ني ويقوى غوالو مغا لأنه مغا ويقوى غوالو لأن ما مش نيغ ذين مصالح ذين صفقات سرية ونيتا دم زوارو الموضوع سما يتأكد باللي الاستخبارات سما ذي المجرمين ذي قترن هو الإشارة غيجن إجن معتقل سما زي تنظيم القاعدة قناس محمد بن يامن محمد بن يامين بن يام وجبو بن يامين ولكن محمد بن يام نتاع من أصول سما زي الصومال غاس الجنسية تقران زشت يتوعتقل زي باكستان وقرفين أثنين المهم قار نتاع ذي المذكرة الناس ديجن الشكاية الساسيت غال مخابرات نيخ دولة انجلترا نيخ مملكة بريطانيا اتهام ذايس عفوا امريكان ينومي قان وكالة استخبارات
الأمريكية إجان معروفة اختصارا CIA تورد ومخابرات الاستخبارات الأمريكية اتهم ذيس باللي المخابرات ثنان الاستخبارات وكالة الاستخبارات أسكن غالمغرب غالمخابرات المغرب دي استي مارسن خاس عذاب شديد وشديد وشديد إلى درجة يوض أنه يعني ذي الأماكن الحساسة الناس تغط قساسن تبوبري سما سس مجلس غنيني من زيت حفان يعني ساريز و سقوتشية يعني قوتشية تراح ناس بوبري غالأماكن الحساسة قسنت مرة من يوقع خاس إجن أزمة دبلوماسية جاء بريطانيا ذو ميريكان يقار الناس أمريكان أنه في حالة ما رصفهم بالوثائق الشهادات الشخصوان يخدم التحقيق الشخصوان أمريكان يهدد بريطانيا بالليل وكيسي تمعيمي العاد مستقبلا فيما يتعلق بالتعامل الاستخباراتي والأمني. إذن نيخ كذلك قرفين أثرتاش إجن ضابط سابق تغاث ممجس قان ضابط سابق ذي دي إستير يتعترف أنه ذيني ممارسة التعذيب ذي المعتقل نومي قان معتقل تمارا ذي جيت ناربات ونتا قانس عالي الغازي إيقا ثبرت ونومي قان بنكيران أم خزني إقارس مراغك الجرأة مراش تحس بذيخ فنش ذا سياسي ذا يزغك الضمير الإنساني والأخلاقي لابد أتعزم التحقيق وقمشان ويفراني قيت قيع ذي الممارسات خطيرة وخطيرة سمى اختراقات خطيرة تمس بالكرامة الإنسانية ونتا عضو سابق ذي الجهاز ومقان دي إستي قانس عالي الغازي النيخ وقرفين أذرتاش أذي السك ثبرت ذي الاتجاه على أساس إتتا زقنو مقان بنكيران أضي عزم جن التحقيق ولكن وذين وش الجرأة غاب نكيران نيخ شنج النغنية إزمار أذيك شنحش المهم يثمق رخو قام يقبلوك والسين خميني على قديس موني قرخو قا يركز خدانيتا وميني على وثمز وعيس من صصح وارخو ذاي وذان قاكيدين تلين وذان غاصل الكود وشاد قنا وين صصح مهما نكمل وارج تخا نركز المهم راه مكاروشا وانا نفاض يفوراض النماره وكسيت بومنوس النيخ اواني سما ولكن واني تمسكين يا وردر ميديوسا غا اوروبا ازما اذينيه ورا معليك اثينا اقدني ذي الريف ايري ربما نغنت ايري اغتصبنت ايري جينس جميع ذي مسرايين ازما لم تخطر على البال نوم وكذلك سما السور ذي العهد ونتا ومقان الحموشي يوقع ذي استحن ام حسين فكري كذلك سما اغتيال عماد العتابي نغين تحن جهات النمسكينة ذي لانشا تغطى الزو أتكولات كمرت غوري كثين سوقاطاس اختطاف كتاز قرفين إريفيين يوقع اسم المداهمة المنازل يوقع الاغتصاب إريفيين ذي الحبوسات نغين فبركة ملفات سما تحت التعذيب جين دهس كتمو بينا تغوثي جنتومات قانس عبد المولى احن جاني مسكين ذي الجرادة نغيني جن متمثنق ذي الصحراء مهم نغين وشا نغتصبون اعتقل نوجين من وقين براء من توب اللي سمى الجرائم الحموشي انه ذنتا الجهاز ومقال الجهاز الاستخبارات دي استي ذنتا المسؤول مجموعة العمليات الارهابية يوقعا ذنتا ذي اوروبا اوس المناسبة الموضوع ان شاء الله اذيس السور ذي سيمانة ديوسينة كتا زيد زماينو مروا ذي السورخ ذي سيمانة الجمعية أتجغ غالجمعة ويسنين الموضوع هو اسم دور الاستخبارات المغرب ذي العمليات الإرهابية إتوقعا ذانيتا ذي أوروبا إذا قبر مذكمرخ أورينو إخسلابود أذيني خجموار باختصار الشديد ممش نقا ربدا نشين إريفيين وغانخ ورفاق
جاء مثلا الحكومة يمينية نخ حكومة يسارية، والدليل أنه أمي غوشحن نعايم زوارو ونيتا أمي قان ونيتا أمي قان الحموشي في إسبانيا تغا يحكم بي بي إس إجان سما الحسب الشعبي إذن سما نعتبر حسب يميني كشي ناس التوشيح رخو الحسب الاشتراكي نخلي يسار وكشي ناس التوشيح. إذن نقار باللي إريفيين ذي أوروبا الضحية اليمين السياسي اليسار السياسي الأحزاب الليبرالية المهم الأحزاب مرة إجان عربي أوروبا يتضح أحزاب وغاس أدنى علاقة المبادئ إكسي الشعارات المساواة التسامح الإنسانية حقوق الإنسان الديمقراطية تغيمان فقط شعارات رنانة كسين تنتوراني ثنين ما مش نتكسي محمد علوي خمترحاد غد دستور الناس تفدين باللي قبلت ديمقراطي بلد حقوق الإنسان بلد وبلد، لكن في الواقع يتغيم هذه جنغابة المافيا قانون قطاع طرق والنغاينين. اللهم إن هذا منكر أذيسين أظنضان أذوين غير حبس نيخ أغتصبن نيخ أغتطفن نيخ أغنغن في أكثر سمكتا زمانية. إذن وبرمنتو باللي أول زيارة يتقوم الزيس رئيس الوزراء إسبانيا مباشرة أواني التعيين الناس تيري غا الاحتلال المغربي. إذن باش تسلم إلا العلاقة جا المغرب إسبانيا أقد سما ذي القمة ونسن المصالح المشتركة إذن جارسن نسن المصالح سما إسبانيا ورنت تمعاش تتاغى أوروبا فيما يسمى مكافحة الهجرة السرية، والمغرب كطرف رنت بين قوسين يتحارب ما يسمى بالهجرة السرية رغم أنه ذو المغرب ذو المسبب انتدم زوارو دي السكان إيوذان خميازو ني خميازو التمنيات زي أوروبا أور أم جارو ذي الموضوع باش أنعذوث يثمى ذي سماغا المواضيع النغنية إذي نازو أنسيور شوية حتى نيثني باش وانت كتا بوكوار قاغسن إريفيين أوروبا أوروبا عماس الزيوم تهتم عماس الزينخ تهتم مرا وضنفاض الوجود النخ ويني تعتقد بالذين أحزاب أوروبية كيخبدن واهمون مروان جي ذي موقع قوة أضنفاض إخف النخ ذي الوجود النخ ذاني تاذي أوروبا كاريفيين نخ كأوروبيين من أصول ريفية.